الجنجفة تكتسب لونها عن طريق عدة عوامل، أهمها وجود البيجمنتيشن اللي تسببها الميلاني، بالإضافة إلى البلاد فيزلز اللي موجودة والكيراتينايز تيشو اللي موجودة. خليط هالثلاث عوامل يعطينا اللون اللي نشوفه حق الجنجفة. الهايبر بيجمنتيشن إما يكون بسبب سيستميك كوز أما بسبب لوكال كوز. بالنسبة حق السيستميك كوز، عادة ما يكون بسبب وجود جينيتيك فاكتورز تؤدي إلى زيادة الميلانين. الهايبر بيجمنتيشن يعني اللي ريليتد حق جينيتيك فاكتور ما يعتبر يعني مرض، لكن ممكن يضايق نفسيا ويكون شكله مرض. في عدة طرق ان احنا نصلح في الهايبر بيجمنتيشن، عادة ما تكون مؤقتة لكن ممكن تطول عند بعض الناس ما ترجع بسرعة. ممكن باستخدام الهاند بيس والبير، ممكن باستخدام البليد، ممكن باستخدام الليزر، وايد عوام يعني طرق. عادة احنا نشيل طبقة الميكوزا اللي هي سوبرفيشل تقريبا 2 ملي من فوق، فتختفي الميكوزا اللي فيها بيجمنتيشن. والهيلينج يصير خلال اسبوع، يعني الابيثلايزيشن يصير خلال اسبوع وترجع الجنجبة طبيعية. رجوع لون اللثة الطبيعي الغامج يختلف من شخص لشخص، بعض الناس ترجع عندهم اللثة بلونها القديم بعد 6. في دراسات لاحظت ان ناس استمر عندهم اللون اللثة الجديد مدة 2، بعضهم حتى اكثر. بعد شوي بحط لكم صور حق كيس ريبورت سواه بالسعودية حق 3 مرضى سوا لهم دي بيجمنتيشن باستخدام الهاند بيس. بعدها بحط لكم دراسة ثانية تقارن بين استخدام الكرايوثيرابي العلاج بالكي البارد مع الهاند بيس. تقريبا النتائج واحدة والسايد افكت يعني تقريبا تكون معدومة، لكن الكرايو كان الهيلينج اسرع.